السلام موقع اصوات، كي دايرين؟ بخير الله يحفظكم. جيت للمهرجان با مال دو فوا هنايا ديال طنجه، مي هاد المره جيت مشارك في مسابقه رسميه. هذا هو الجديد، جد فيلم ديالي اللي نتمنى انه يعجب اللجنه، يعجب الجمهور، يعجب المغاربه. ودائما انا من هاد الزاويه ديالكم كلكم القنوات انني كنشكر المركز السينمائي المغربي اللي تقفية ودعم لي هذا الفيلم. كنشكر اللجنه اللي انتقت ان الفيلم ديالي انه يكون في المسابقه. يعني الحمد لله، انا شفت تفاعل في القاعه قبيله كي شتيت معنا، ان الجمهور حس زعما استحسن هذا العمل وعجبه. هذا هو اللي كاين. شنو هي اهم الاعمال المقبله؟ كاينه مجموعه اعمال، والله ما نكذب عليك، بعض الخطات كنقولوهم ما كتصدقش، ولكن ثق بيا غتكون غنقولها لك في حينها وغيكون عندك السبق ان شاء الله. والله ولكن كاينه مجموعه اعمال اللي غتصاب المغاربه. لا، فركوس بشكل طبيعي، فركوس بغى يبدل الطاقم باش ما تبقاش عنده ديك النمطيه، في الناس كيبقاو يشوفوا نفس الوجوه، بغى يبدلها، حق من حقوقه. ولكن فركوس كيبقى صديق واخ اللي استفدت منه وخديت منه بزاف الحويجات زوينه. الله يحفظك الحبيب. طارق خالدي، جيت سعيد بالمشاركه في مهرجان الوطني للفيلم دورة 24. بعد سنوات انني غبت على هذا المهرجان، فكنلاحظ ان هناك تطور كبير في بزاف ديال الحويجات، لا في النوعيه لا في هذا البلاتفورم اللي حنا فيها. فالحمد لله حنا فرحانين بعد ما داز الفيلم ديالنا قصه وفاء، وكان هناك رده فعل جميله جدا من الجمهور، فخلاتنا اننا نحسوا باننا نجحنا والقادم افضل ان شاء الله. اهم الاعمال هو عندنا واحد الفيلم جديد ان شاء الله، كوميدي مع سي محمد الظهره، غادي يكون عما قريب، وهناك مسرحيات نشتغلوا عليها من بعد نقول لكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.